شاهدينا مرة ثانية نرحب فيكم في حلقة اليوم، ومثل ما ذكرنا في البداية أن يكون عن المواد المالية وتعبة. ضيفنا في اليوم في هذه الحلقة أيضا الدكتور حسن إبراهيم، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل. أهلا وسهلا دكتور حسن. أهلا وسهلا دكتور إبراهيم. بالنسبة للمقدمة، احنا مثل ما شفنا في مواد مالية أو مسمى الفيلرز، يعني كثير من الناس يعرفون أن فيلرز صح. هل المواد الفيلرز كلها متشابهة أو مختلفة مع بعض؟ لا طبعا تختلف، يعني مثل ما تفضل الضيف اللي قبلي وبين لي هالشيء هذا، أنه يعني طبعا في اختلافات من الفيلرز. وفي أول ما تبدأ بالفيلرات يعني اللي تتكلم عنهم، في عندك المواد اللي تختفي بسرعة اللي ما تكون دائمة، وفي عندك المواد اللي نوعا ما تكون نعتبرها انها سماي بيرمننت، تكون دائمه لمده معينه، تكون اطول من المواد اللي تختفي بسرعه. وعندك بعدين المواد الدائمه اللي تتم طبعا مده طويله. وشو موضوع البوتوكس؟ ترى هني هالمشكله، اغلب الناس دائما يجون والله دكتور لا تحطي لي بوتوكس، لا تكبر شفايفي. ما يستوي، يعني البوتوكس ما يخصه في البرطم. البوتوكس يعني ما له خص اصلا في تكبير اي شيء البوتوكس. نعم. فالمواد المالئه هي اللي تملي، هي اللي تفلر تعبي المنطقه. والبوتوكس يسوي؟ البوتوكس الله يسلمك نوعا ما يخفف من حركه العضله اللي لما تتحرك، فالتجاعيد اللي تظهر عاده مع الحركه تخف، يعني خطوط اللي تصيب على الوجه بالضبط، اغلب الجبهه حول العين والاشياء هذه. هنا وهاي طبعا ما تعبي، هاي تضرب وين؟ هاي تضربها انت في العضله نفسها. ايوه زين، عشان تاثر هي على العصب اللي يغذي العضله هذه. اوكي، والعضله بعدين نوعا ما يعني ما اسميها تنشل، لكن نوعا ما ترتخي وتصير ايش اسمه بالضبط. دكتور حسن، عندنا تقرير حاليا، بنشوف التقرير ونشوف المواد العائبه اللي تعبي والماليه والفلز، وبنشوف البوتوكس هنا وين تحقن والاشياء هذه. خلينا نشوف هالتقرير وان شاء الله نرجع لك مره ثانيه. التجاعيد اللي تحصل دائما عند المرضى، في نوعين من التجاعيد، التجاعيد المتحركه اللي هي احنا نسميها الديناميكيه، والتجاعيد الغير متحركه اللي دائما تحصل اصلا حتى اذا كان المريض يعني ما يتحرك. التجاعيد الغير متحركه عاده احنا نستخدم فيها مواد الفيلرز، المواد المالئه. لكن اما التجاعيد المتحركه اللي هي التجاعيد الديناميكيه، عاده تحصل في المنطقه اللي هي فوق الانف، وهذه تحصل عادة مع تعابير الوجه. التجاعيد المتحركة اللي دائما تحصل فوق منطقة فوق الأنف اللي هي تعطي تعابير الوجه، دائما تحصل لما الشخص يتحرك، فمثل لما يكون معصب يظهر الخطين اللي هني هذا اللي هني، ولما يرفع فرضا الحاجب الخطوط اللي تظهر هني على هذه منطقة الجبهة، وحتى لما يحاول يسكر العين تظهر هالتجاعيد على هالمنطقة هذه اللي هني حوالين منطقة العين. دائما الدكتور لازم يعرف بالضبط أي عضلة لازم يعطيها، وهذه فرق أصلا بين الدكتور وال يعني أي شخص ثاني لما من ناحية حقن البوتوكس. فمنطقة العضلة هذه اللي هني دائما نخبر المريض انه يعصب، فهو يعصب فنقول له ارتاح الحين ارتاح، ففي عضلة هني تكملة العضلة تكون على هالمنطقة هذه، فنضرب احنا المادة هني. أهم شيء أصلا عندنا المريض، لازم راحة المريض هي أهم شيء عندنا، فلازم احنا في البداية قبل ما نبدأ نخلي المريض يكون مرتاح، يكون جالس بسيده، ونحط له الثلج هذا اللي هني نوعا ما يخفف من الألم لما الإبرة أصلا تنحقن في المنطقة هذه اللي هني. دائما قبل حقن المادة أخبر أن المريض أنه يعصب ويزعل، يعصب شوي، الحين عرفنا بالضبط وين المنطقة هذه، وحاول نوعا ما أمسك العضلة اللي تسبب الحركة هذه اللي هني، فأمسكها بين الإصبعين اللي هني وعلى المنطقة هاي، وروح حق المريض الحين هني. أوكي، حسيت بألم شيء؟ وبهذه الطريقة خلصنا احنا من ناحية البوتوكس في منطقة أعلى الوجه، وضربنا المناطق اللي نوعا ما تأثر على التعابير، تعابير الوجه، ومنطقة العينين، ومنطقة الجبهة، والمنطقة هذه اللي هني. ومثل ما قلت يعني دائما نخبر احنا المريض انه لازم يتريح حوالي قريب الأسبوعين عشان يشوف تأثير البوتوكس، وبعدين يقدر يرجع لي خلال الفترة هذه إذا يحتاج فرضا زيادة ولا أي من أحد الرتوشات ولا أي تاتشات. أعزائي المشاهدين، بعد ما شفنا التقرير، طبعا التقرير سووه فيه أنا، خلوني أنا الضحية، لكن الحمد لله أنا شايف حاليا
وجهي أحسن والتجاعيد اختفت وهاي الأمور كلها أحسن. هذا دليله أن البوتوكس أمان، لأن الحقيقة كثير من الناس عندهم فكرة أن البوتوكس يسوي مشاكل ومادة سمية ما مادة وكذا، لكن طالما أنا استعملتها معناه أني أنا لو أشك واحد من مليون أنه راح يضرني ما راح أسويها ولا راح أجربها. مرة ثانية دكتور حسن، احنا شفنا البوتوكس وشفنا هاي الأشياء وقلنا الحقيقة أن البوتوكس ترخي العضلة، كم مرة احنا نكرر هذا البوتوكس أو كل كم مرة؟ يعني عادة أنا دائما لما أضرب الشخص يعني بالإبرة نفسها دائما أقول أنه خلال فترة الأسبوعين المادة يخليها أصلا وقت عشان تشتغل. يعني هو عادة حاط في باله، احنا خصوصا مرضانا احنا إذا لما نعطيهم فرضا الإبرة ولا شيء هم يبون يشوفون هالشيء هذا خلاص قدامهم. يعني مثلا عندي مثلا تيك عروس تقول باكر عرسي يسوي بوتوكس، ايه فهني تطلع مشكلة. ما يصير اسبوع لو تيجي قبلها باسبوع هذا يكون احسن. فلما تعطيها انت الإبرة ياخذ لها حوالي 3-4 ايام عشان توها شوي تبين، لكن مفعولها بالكامل ياخذ لها حوالي قريب الاسبوعين. وتختفي متى؟ متى ممكن مريض يعيد؟ زين دائما انا اخبره إذا بس تحس إنه بس خلاص العضلة بدأت ترجع تعال لي حاليا عشان نسوي لك إياها بعد مرة ثانية. يعني كل كم شهر؟ زين هني ترى هذا ياخذ له بين حوالي قريب 3-4 شهور، في حق بعض المرضى يتم بعد حوالي قريب 5-6 شهور بعد. 5-6 شهور يعني بس حد أقصى 6 شهور ويعيد مرة ثانية. بالضبط لازم يعيدها. زين في كثير يسألونك والله إعادة وإعادة بوتوكس على بوتوكس يمكن ما يزيد تجاعيدنا ولا شو يصير؟ لا ترى هو بالعكس، يعني في حالة خذوها من اثنين توأم. واحدة كانت يعني كانت تستخدم البوتوكس على المدى البعيد والثانية ما كانت تستخدمه. زين شافوا إنه يعني هم صح إن يشبون بعض وبنفس الشيء، لكن التجاعيد اللي كانت تستخدم البوتوكس على المدى البعيد كانت أخف. فيعني هذا معناته إن حتى لو كان الشخص يستخدمه أكثر من مرة إن التجاعيد أصلاً على المدى البعيد بتكون أخف وأقل من التجاعيد اللي تحصل. لكن في بعض المعلومات يقول والله إذا تكرار البوتوكس بعد فترة الإنسان يبتدي يتعود وما راح تعطي فاعلية، يعني شو نسوي؟ زين هني انت لازم اول شيء تريح المريض من هالناحيه هاي. وفي يعني كان في ناس يقولون اصلا ان ترى الماده هذه لما تنحقن فيها بروتينات، واي بروتين خارجي لازم تطلع له مثل الشيء يسمونه الانتي بوديز اللي يكون شيء ضد البروتين هذا. لكن ليه حين ما تبين اصلا هالانتي بوديز شو شغلتها، يعني هل هي تخفف من البوتوكس تقلل من مفعوليه البوتوكس؟ لا ما تبين هالشيء هذا. بالعكس ان لما تضرب انت الابره مره ثانيه المده اللي بتكون بدل ما تكون فرضا ثلاث شهور صارت بتتم حوالي 3 شهور ونص. ما نقدر نغير نوعيه البوتوكس على انواع البوتوكس؟ وفي انواع طبعا، في انواع، لكن تقدر تغير مثل ناحيه تركيز البوتوكس، يعني من الاي والبي لغايه الجي. يعني هل ممكن نستعمل البي بدل الاي؟ لا ترى هو البي يستخدم في اماكن معينه، ما يستخدم في الوي، يعني في اماكن معينه تقدر تستخدم البي، لكن الاي هو اللي متخصص اصلا في منطقه الوجه. زين نرجع مره ثانيه عن المواد المالئه والفيلرز، بس خلينا نشوف التقرير هذا ونشوف شو بالضبط اللي سويناه في بالنسبه للتخريف المريضه هذه. هنا طبعا مثل ما تشوفون يعني طبعا هذا طبعا الخدود الموجود، هذه الماده شنو هي لازم تنزل تحت ليش؟ هذه اظن اني من ياسيبنج هو المنطقه، فاحس ان هذا تخدير يعني في المنطقه هذه. هي هذه تشوف هذه فيلر في سويناها في الدوحه اتذكر، نتيجه الخدود واحده مثلا تبي تحب تسوي خدودها. طبعا هذه الماده عميقه يعني نسميها، لو تشوف الابره طويله كبيره يعني تخوف بعض الاحيان. يحتاج بنج هنا والله، هو هني على حسب المريض، لو المريض مسكر عينها فالحمد لله ما بتشوف الابره، فما يعني بتشوف الابره يعني تشوف عمقها وتشوف كبرها يعني صح كانه مسمار، يعني المريض تشوف شلون تدخل يعني. لكن هي الحمد لله ما شاء الله عليها متحمله هالشيء هذا. لكن في بنج مثل ما ذكرنا في البدايه، ممكن نبنج على المنطقه، ممكن نبنج مكان ثاني في اماكن معينه في الوجه، اذا بنجتها اذا خدرتها تخدر نص الوجه بالكامل. نعم. فاحنا دائما نضرب التخدير اذا كان يحتاج هالشيء هذا في المنطقه هذه عشان بعدين الوجه بالكامل يتخدر. لازم احنا نكون حذرين من استخدام البنج، لان اذا استخدمنا البنج بكثير يمكن يغير اصلا تضاريس الوجه، فما تعرف انت كميه الماده اصلا اللي بتحقنها. هذه الحقيقة استعملتها مادة ألتيميت اللي هي المادة اللي تأخذ في عمق المنطقة هذه، واللي هي تختلف مثل ما ذكر ضيفنا الأولي إن في هناك عدة أنواع. هذا النوع اللي هو للخدود التحتية، يعني بعد هذا كله تقريبا 10 دقائق بالكثير تخلص المريضة وتصير الخدها الحقيقة من فوق. هل بإمكان ننفخ الخد بطريقة ثانية غير هاي؟ يعني أهم شيء أنت الحركة اللي تسويها هذه أهم شيء، أنا لازم أنت تدلك المنطقة هذه لأن عشان المادة لا تتكور. مساج. هي فتعمل له مثل مساج والمريض يرتاح شوي لما تبعد يستهمز المنطقة هذه. لكن هاي أهم حركة.
يعني هذا في مواد ثانيه غير المواد هذه ممكن نستعملها للخدود؟ يعني غير عن الهايلورونيك اسيد اللي تستخدمها طبعا في ماده الكالسيوم هيدروكسيلابتايت اللي هي ماده من عباره من الكالسيوم بعد تقدر تحقنها في المنطقه هذه ونوعا ما بعد تملي المنطقه هذه من غير اي مشاكل يعني. وتروح المريضه من غير اي شيء بالله. الشفايف ممكن نحقنها في نفس الماده؟ لا نفس الماده لا، لان الماده هذه مثل ما انت يعني تفضلت وبينت لنا ان تحقن صوب العظم، فانت الشفايف منطقه حساسه فاذا حطيت انت هالمنطقه هاي بتصير براطمها مثل السوسج كبيره فما تكون طبيعيه بشكلها غلط. بالتالي هاي تختلف عن اي ماده، يعني الماده اللي تحقن في الخدود غير الماده اللي تحقن في الشفايف غير الماده اللي تحقن في منطقه اللي هو ما بين الأنف والفم اللي هي مناطق الغائرة. بعد الموضوع هاي بعد ما يصير ونسوي الأشياء نحطي طبعا هذا الكريم عشان إيش يعني تقريبا؟ هذا الكريم عشان يعني يبرد المنطقة وتقدر تسوي مساج فيها الخفيف وعشان لا يصير بروزنج، لا يصير كدمات، يعني يخفف من ناحية الكدمات. الكدمات هذه أشياء مهمة الحقيقة لازم نستفيد في الموضوع. دكتور حسن مواد مالئة ثانية مختلفة، مواد ثانية مالئة حقيقة يختلف عن الخدود والأشياء هذه، أكثر مكان أو أكثر المرضى اللي يجون يحاولون وين غير الخد المطلوب يعني؟ غير الخد زين في أماكن كثيرة. إذا نتكلم عن الوي ولا نتكلم عن البشرة؟ نعم. إذا من ناحية الوي ترى غير الخد تقدر تحطي فرضا منطقة الذقن، فهذا يعني هالطريقة مكان ثاني. وعندك بعد منطقة الأنف إذا كان فرضا عند حد مثلا عندك كسرة في الأنف تقدر تسويها في الأنف. البوتوكس ما يحقن هلا؟ لا البوتوكس ما يحقن. لا ما يحقن. عندنا اتصال، المخرجة تقول في اتصال، خلينا ناخذ اتصال ونرجع لك. أم نايف. هلا السلام عليكم. هلا أم نايف. هلا دكتور شلونك؟ الحمد لله حياك يا أم نايف. الله يحييك. دكتور بس أنا زوجي إحنا من البحرين بس زوجي راجع صار له يعني كذا شهر. حيا الله البحرين. الله يحييك يسلمك. تفضل. بس ما شاء الله يعني جرب هو عنده كان أثر مال الحبوب. نعم. وجرب عندكم الفركسينيتد سي أو 2 وما شاء الله يعني وايد كثير تحسن، أعتقد 3 جلسات كانوا جربهم. نعم. بس يعني للحين الأثر موجود يعني، وصار عنده هالأيام ضغوط إنه ما قدر يسافر لكم. إن شاء الله. كم جلسة يعني تقريبا يعني يحتاج بعد؟ حاضر برد عليك، بخلي الدكتور حسن يرد عليك، لأن في بعض الأحيان مواد مالية نحقنها للآثار هذه. الدكتور حسن بالنسبة لبعض الأحيان في حفر نتيجة حب الشباب صح، غير الليزر، لأن موضوع الليزر حنتكلم فيه في حلقة ثانية بالضبط. هل بإمكان نحطي مواد مالية في هالمنطقة؟ نعم، المواد المالية دائما نحقنها أصلا حق يعني الحفر الموجودة اللي تحصل من حب الشباب ومن أي عاهات بعد يمكن تحصل يعني نحقن مادة نفس المواد اللي نستعمل؟ لا، إذا حقنت نفس المواد المريض بيلي كل 9 شهور بيقولي والله دكتور ردت الحفرة فلازم أحقن أنا شيء مادة نوعا ما يكون مدى تم فترة أطول. المادة مادة ثانية شو اسمها؟ تقدر تستخدم هني المادة السيليكون. سيليكون خفى المنطقة. سيليكون آمن يعني سيليكون بعد هالمشاكل كلها؟ والله إذا ترى على حسب طريقة استخدام. طريقة الاستعمال والأشياء. ما تكلمنا إن البوتوكس ممكن يساعد للعرق، هل بإمكان البوتوكس يسوي العرق والأشياء هذه؟ البوتوكس له يعني أشياء كثيرة يقدر يسويها. يعني. زل العرق نضرب عضلة بعد؟ لا هني ترى العرق ترى اللي يغذي أصلاً الغدد العرقية في عصب، فأنت البوتوكس أصلاً يعني صح أن تضرب أنت العضلة لكنه يؤثر على العصب. يعني هو تأثير العصب أكثر من العضلة. بالضبط، هو يؤثر على العصب اللي يغذي أي شيء. عرق وين؟ الباط ولا؟ تقدر تحطي عرق الباط ولا تقدر تحط صوب الكف ولا تحت الريل. يعني حتى مرات اليبها بعد مرات. نرجع مرة ثانية المواد المالئة، في مواد اللي تعبي الإيد أكثر حقيقة. خلينا نشوف التقرير الحقيقة بالنسبة لتعبئة الإيد وكيف تصير يعني. خلينا نشوف اللقطة. لو أشوف هنا مثلا المواد اللي هي تستعمل لليدين، شوف الإيد ساعات ضعيفة بعد العمر. للأسف شديد الناس كثير مثلا بالعمر ينسون شيئين مهمين، يفكرون بس في الوي، ينسون شيئين مهمين الإيد والرقبة. هنا بالنسبة للإيد نشوف البنشرة مو يعني شو نسوي فيها؟ هذه مادة تختلف شويه. نعم، هذه الماده البيضه دائما اخبرهم ان الماده هذه بليش بيضه، لان شو الابيض الموجود؟ الحليب فيه كالسيوم. هذا مثل الحليب. هذه يسمونها الكالسيوم هيدروكسيلابتايت. لكن هاي تخوف، بالونه صارت هنا شلون؟ فلما هي تنحقن في المنطقه هاي، واهم شيء مثل ما بينا في الوي انه لازم تدلك وتسوي مساج في المنطقه هاي. نعم. فلما يعني تعمل المساج هذا الماده نوعا ما تتكمل يعني تتوزع في المنطقه.
في ماده ثانيه غير البيضه ممكن نحقنها المنطقه اللي تحقنتها في الخد اللي هي الهالورونيك اسيد. نعم. خصوصا اللزج كثيره مثل الالتيميت هنا مثل الالتيميت. ايه. تقدر بعد تحقنها بعد في هالمنطقه هذه. نعم ان شاء الله. الحقيقه يعني بعد ما شفنا هاي الاشياء والمواد المالئه والاشياء كلها، هل هناك في مشاكل ممكن تصير من التعبئه بصفه عامه؟ يعني في كثير من الناس مثلا يقول والله يا دكتور ما بعد ما عبيت مادة معينة، مو شرط يكون هالورينك أي شيء ثاني، شو المشاكل المضاعفات اللي تصير؟ والله في مضاعفات كثيرة، فأنت لازم عشان شيء لازم المريض يعرف يصير عند الدكتور عند أي دكتور. نعم. يعني في المشكلة هنا صار المشكلة صار أي واحد الحين صار يبدأ يحقن، صار أي واحد صار بروفيسور من ناحية الحقن من غير ما يعرف فرضا شو اللي ياس يحقنه، شو يعني مدى فعالية المادة هذه، شو اللي بيحصل تبعات هالمادة هذه. نعم. فالدكتور الشاطر مو بس يعرف كيف يحقن، يعرف كيف انه يعني اذا صارت اي مشكلة يتخطى هالمشاكل هذه من نسبة المضاعف. بالتالي اختيار المادة مهمة. بالضبط، مو بحي الله واحد يقول والله عشان رخيص وهذا يمكن ممكن يسبب له مشاكل معينة. صح صح. اي عاد تطلع النتيجه على طول، مواد الفيلرز مو مثل البوتوكس تاخذ له فتره. بالضبط، هي تطلع على طول ويبين هالشيء هذا اصلا يعني من اول ما يظهر المريض. نعم. ودائما اقول انه خلال اول يومين ثلاثه المنطقه شوي بتكون متفخه زياده عشان بس مكان الابره، لكن مع مرور الوقت بتخف شويه. نعم نعم، يعني من غير اي مشكله، واذا صارت مشكله ممكن حلها سهله اذا كان صارت من خصوصا من الهالورونيك اسيد اسهل شيء اذا. نعم. يعني المريض يعني نوعا ما متكوره ولا شيء. نعم. في ماده يسمونها هالورونيديز. نعم. اللي هي الانزيم اللي نوعا ما يخفف من الهالورونيك اسيد. احنا لو نشوف هذه الحين مثلا هذا ما قبل وبعد، يعني هذه كانت هذه الحنش اتصور يختلف الحنش ولا النيزوليبيلز بعد. إيه. يعني شوف المنطقه هنا بدات تتغير، يعني شوف هاي ضعيفه مثلا صارت هنا انترس شوية بشرتها في بعد المواد المالية الموجودة، ممكن نستعملها بالطريقة. هنا نفس الشيء الحقيقة، شوف هذا كان قبل مثلا، هني مثلا تغير، تغير مثلا نفس المنطقة ولا ايش رايك؟ نفس المنطقة، وحتى بعد منطقة الذقن شوي كبرت منطقة الحنج. منطقة الحنج هذه منطقة الحنج تغيرت مثل ما كان قبل والحين، عارف كيف؟ زين، هنا نخلي في ناس يحبون يغيرون حنجهم مثلا، في ترى هي خصوصا اذا شفت انت المريض من على البروفايل نفسه. هي. مرات شو اللي يحصل من منطقه الذقن تكون ضامره، تكون داخل مثل هذه، هي فهني كلش، وحتى هني تحت هي فهني هاي تحتاج ان تعبيها شويه عشان تعطيها بس مثل لمسه جمال، تعطيها متساويه الاشياء هذه. صح. الحقيقه دكتور حسن يعني حقيقه شرفتنا يعني في وجودك معنا، ومعنا في صور كثيره موجوده عندنا، لكن الوقت يسعف ما يسعفنا الحقيقه ناخذ كل هالاشياء بالتفاصيل. نشكرك في قدومك الاستوديو، وان شاء الله حتكون نضيف معنا في حلقات قادمه. شكرا دكتور حسن. اعزائي المشاهدين نروح لنا فاصل ونرجع معاكم مره ثانيه.